يا جماعه رحمه عملت لي شوربه تونسيه، شوربه شعير. ايوه دي جواها حاجه عامله، ما انا هقول لكم أيوة. طعمها دلوقتي هوصف لكم. هي حاجه انا حسيتها عامله مثلا زي الفريك شويه، صح، وصوص احمر مش عارفه ده ايه، وعليها وسبايس كتير جدا، وطعمها هو حلو قوي، بس ما ينفعش ان انتوا تقارنوه بحاجه تانية. وحطيت عليها ليمون. طب عامله ايه الحلوه دي؟ بالفراخ نسيت الفراخ. الفراخ حته فراخ او لحمه؟ عامله زي معموله بالكريمه بقى ولا ايه؟ لا هي ريد صوص. بالصوص يعني. هي شوربه بريد صوص. انتوا عارفين الفريك؟ هي قربت الموضوع. هي نفس يعني الفراخ مسلوقه جواها. مش مسلوقه، لا دي الفراخ بتاخد بهارات وبتاخد الفراخ.